السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخباركم عاملين إيه؟ إن شاء الله النهاردة هنحل مسألة logistics، طبعا يعني هنحل مسألة ال Chinese postman problem. تمام، المسألة بتيجي بالشكل ده كده، بيقول لك يا صاحبي قالك for garbage collection مش عارف إيه. أنا بصراحة أنا مش فاهم إيه المطلوب من المسألة بالظبط، ولكن هي بتتكرر على طول فهنحاول نحلها. المسألة بتجيلك بالشكل ده كده، بيقولك في الآخر find the optimal CPP solution اللي هي Chinese postman problem. ماشي، في أول حاجة بنعملها هي شاطرين بنروح عاملين جدول صغنون كده ونحط فيه إيه خانتين بس، خانة للنودز اللي عندي تمام، ودي بكتب فيها كل النودز اللي موجودة عندي من أول الصفر لحد التمانية تمام، والخانة التانية بعمل بكتب حاجة اسمها difference. تمام، difference ده بقى بجيبه إزاي؟ بالنسبه له قانون بيساوي يعني الديفرنس عند كل نود، اولا انا بحط النودز كلها تمام، الديفرنس عند كل نود بيساوي عدد الاسهم اللي داخله له ناقص اللي خارجه منه. يعني مثلا النود صفر تمام، الديفرنس بتاعها قد ايه؟ اللي داخل له قد ايه سهم واحد بس، يبقى واحد ناقص اللي خارج منه سهمين، واحد اتنين، يبقى واحد ناقص اتنين، يبقى قد ايه؟ سالب واحد. تمام، يبقى سالب واحد. تيجي على النود رقم واحد، النود رقم واحد داخل لها واحد اتنين وخارج منها واحد، يبقى اتنين ناقص واحد قد ايه؟ يبقى بواحد. ماشي، كتبناها بواحد. طب النود رقم اتنين، النود رقم اتنين داخل لها اتنين وخارج منها اتنين، يبقى كام؟ صفر. النود رقم تلاتة اللي تلاقي منها خارج منها واحد وداخل لها واحد، يبقى صفر على طول، يبقى تلاتة صفر. أربعة داخل لها واحد خارج منها اتنين، يبقى دي واحد ناقص اتنين، يبقى سالب واحد برضو. تمام، الخمسة، الخمسة خارج منها واحد وداخل لها اتنين، يبقى سالب واحد ولا واحد؟ لا واحد، لان اتنين ناقص واحد. تمام، اللي داخل لها ناقص الخارج منها، وهكذا بتعمله مع النودز كلها وتطلع الجدول. ماشي، خلصنا الجدول الجميل بتاعنا. تمام، مش عارف ليه بس المساله دي طبعا اتكررت كتير وجت في امتحانات كتير، وكل مره بتطلع بالشكل ده كده، اللي هو انت عندك اتنين سالب واحد، يعني واحده سالب واحد واحده سالب واحد، واتنين وحايد والباقي اصفار. فلو جت بالشكل ده يا رب تيجي بالشكل ده. طيب بعدها بنعمل ايه؟ بنحلها assignment، بس ما تقلقش حاجه بسيطه خالص. بتروح جاي على الخانات اللي هي سالب واحد او النودز اللي خليها سالب واحد وتحطها على اليمين كده وترسمها. تمام، اللي هما كان بقى سالب واحد اللي هو صفر، يبقى دي كده النود رقم صفر تمام، واربعة ودي كده اربعة. ماشي، وتشوف الخانات اللي هي خدت واحد وتحطها على الشمال، واحد اللي هي النود رقم واحد وواحد تاني خمسة، يبقى هنا كده واحد قصادهم، يعني واحد وخمسة. طيب بعد كده بتروح موصل الواحد ده تعمل له اتنين روت، واحد مرة للصفر ومرة للأربعة، والخمسة دي بتعملها مرة للصفر ومرة للأربعة. تمام، وعند وبتطلع لي بقى أربع قيم، بتشوف لي قيمة من الصفر من لحد ما أوصل من قصدي من الواحد، إيه ده، من الواحد لحد ما أوصل للصفر هتبقى كام. روح جاي على مسألتي وأقول من الواحد لحد الصفر كام. طبعا ما حدش يقول اتنين وتمانية عشرة، لا، فهفضل همشي الروت بتاعي لحد ما اوصل لصفر، فبالتالي همشي كده يبقى واحد وستة من عشرة. تمام، طبعا بمشي على شورتست باث، ده واحد وستة من عشرة. تمام، بعدين زائد واحد أربعة من عشرة، زائد واحد وسبعة من عشرة، زائد واحد وتسعة من عشرة، زائد واحد ونص. تمام، انا ممكن اكون غلطت بس الفكرة يعني دي فكرة انك تجيب من واحد لصفر كام، يعني تفضل ماشي لحد ما توصل لحد الصفر بأقل ايه روت ممكن يعني. وطبعا ناخد بالنا من السهم الرايح والسهم الجاي وكده. ماشي يا سيدي، كملنا الجدول بتاعنا، قلنا من صفر، من واحد لصفر تلاتة تمانية واحد من عشرة، من واحد لأربعة، تعالى كده ده من واحد عايز أوصل لأربعة، يبقى قد إيه؟ واحد وستة من عشرة زائد واحد أربعة من عشرة تطلع تلاتة. أوكي، طيب وبعدين عايز أحسب من خمسة لصفر، من خمسة يا سيدي لصفر، يبقى همشي إزاي؟ مش كده 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 كده. تمام، هجمع ده كله هيطلع لي كام؟ ستة وسبعة من عشرة. بنحسب من خمسة لأربعة نفس النظام، أدي خمسة عشان أروح لأربعة، محدش يقول لي اتنين، لا يا أخويا مش كده، تروح ماشي كده 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 كده، تجمع كل ده. تمام، بتشوف الباث لحد اللي هيوصلك لحد أربعة. طيب حسبت لي دول كده، المفروض بقى انك بعدها بتحلها يا اما بالترانسبورتيشن يا اما بال يا اما بالاساينمنت يا اما بالفهلوه. لو بالفهلوه وخدها مني يعني، شوف اصغر رقم من دول تمام، هتلاقيه اللي هو التلاتة اللي هو من الواحد للأربعة. انت كده هتعمل بقى، هتروح ضيف لي روت جديد من واحد لأربعة. تمام، يعني الواحد اهوت هتضيف لي كمان روت جديد من واحد لأربعة، يعني هتروح جايب القلم تروح راسم نفس الرسمة تاني، انا مش عايز بس اكتب على، تروح عامل هنا كان سهم، كمان سهم هنا كده تمام، وكمان سهم هنا كده، يبقى انت كده ضفت لي روت جديد من عند الواحد لحد الأربعة. تمام، خلاص الواحد راح للأربعة، يبقى ايه اللي فاضل؟ الخمسة هتروح للصفر بكل بساطة، يبقى كده هتروح جايب الخمسة، هتروح عامل كمان روت يوصلك لحد الصفر، يعني هتروح عامل كمان سهم هنا كده تمام، وكمان سهم هنا كده، وكمان سهم هنا كده، وسهم هنا كده.
تمام على نفس الرسمه بنفس كل حاجه، بس هضيف الاتنين روتس دي. ده الحل الفهلوي، ولكن الحل الصح بتاعها انك بتعمل لها مساله اساينمنت صغننه قوي كده، اللي هو ايه، انت عندك اللي خارج منه اسمه ايه، الواحد والخمسه رايحين ليه لصفر واربعة، يبقى هنا صفر واربعة، وتملى الأرقام بتاعتك من واحد لصفر كام؟ تمانية، واحد من عشرة، طب من واحد لأربعة تلاتة، تمام. عملت الجدول الصغنون ده، بتمشي الصف بتشوف أصغر رقم فيه، أصغر رقم فيه اللي هو التلاتة، يبقى بتطرحه من الاتنين، وتشوف ده أصغر رقم منه وبتطرحه من الاتنين، تمام، اللي هو ستة سبعة من عشرة. بعد ما طرحت طلعت لك هنا الجدول الصغير ده، طرحت ده منه تلاتة وده منه تلاتة، بقى عندك هنا صفر وهنا صفر، خلاص يبقى هو ده الصفر بتاعك وهو ده الصفر بتاعك، يبقى معناه ان الواحد راحت للاربعه والخمسه راحت للصفر زي ما احنا عملنا من الاول يعني بالفهلوه. طيب يا سيدي، فاحنا كده رسمنا الرسمه تاني، تمام، ادي نفس الرسمه بتاع المساله نفسها يعني، واحنا قلنا عندنا عايزين نزود الطريق ده من واحد لاربعه ومن خمسه لصفر، من واحد لاربعه يبقى هنزود كمان خط هنا كده، ونكون ناخد بالنا قوي 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 من لسهم، تمام، لحد هنا كده، كده احنا زودنا الطريق من واحد لاربعه، وعايزين نزود من خمسه لصفر، ده من خمسة لصفر عشان اوصل لصفر لازم امشي الطريق ده كده، فبالتالي اروح جاي هنا كده عامل سهم لذيذ كده من التمانية لحد سبعة، تمام، سبعة، وخلي بالنا ان ده اقصر طريق برضو يعني، ده اقصر طريق، تمام، ونعمل كمان واحد هنا كده، كده احنا ضفنا الطريقين دول، ضفنا من واحد لاربعة اهوت، وضفنا من خمسة لصفر اهو، لو كان في تاني طريق غير ده اقصر منه كنا بناخده، تمام. بعدها يا سيدي بقى المفروض بتاعك، المفروض بعد كده انك بتحسب الباث اللي انت هتمشي بيها، وغالبا لو دي جت هتيجي لك السؤال ده، يقول لك يا صاحبي الباث بتاعها ايه بقى، وتجيب لك معادله طويله او كده. ازاي بقى بنحسب الباث ديت؟ اولا لازم طبعا تبدا من الاوريجين بتاعك او الديبوت بتاعك، تمام، وبعدين بتعدي على كل الاسهم يعني، تاكد الطريق ده شايف فيه رايح راجع رايح، يبقى لازم تخلص الاسهم دي كلها، هنا كده لازم تنزل مرتين، هنا لازم، تمام. فنجيبها ازاي؟ هنقول يعني من الصفر لحد الواحد، تمام، انت بتبدأ من ده، ماشي، مفيش الا طريق واحد، خلاص مشيت ده كده، خلاص بتروح شاطب عليه انك خلصت ليه السهم ده، ومن الواحد لحد الاتنين، تمام، انت عندك من واحد لحد اتنين مرتين، فبالتالي تروح شاطب على واحد منهم، تمام. طب ما ترجع تاني، ايه المشكلة؟ روح راجع تاني، يبقى من اتنين لحد واحد عشان تشطب ايه الطريق ده، من الواحد للاتنين تاني، تمام، عشان تشطب الطريق ده كده، خلصت ايه التلاتة دول. طيب تيجي عند الاتنين هتلاقي عندك لحد الاربعة، يبقى من اتنين لاربعة، تمام. طيب من الأربعة من الأربعة للخمسة، ماشي. طيب تعالى نكمل كده ونشوف، من أربعة هنمشي لكام؟ تعالى تخيلها في دماغك، لو احنا قلنا هنمشي لخمسة يبقى من أربعة لخمسة، ومن الخمسة لتمانية تشطب على واحد منهم تشطب ده، ومن تمانية لسبعة تشطب ده، ومن سبعة روح للخمسة تشطب ده، ومن خمسة لتمانية تشطب التاني ده بقى، تمام، ومن تمانية لسبعة تروح شاطب ده، تمام، ومن سبعة يا سيدي لحد ستة تروح شاطب على ده، ومن ستة لتلاتة شاطب على ده، من تلاتة لاتنين شاطب على ده، من اتنين لاربعة روح شاطب على التاني ده، من اربعة لسبعة اشطب على ده، من السبعة لستة اشطب على ده، من ستة خدها مرجحة بقى رايح جاي من ستة لصفر اشطب على ده، من الصفر لستة اشطب على ده، ومن ستة لصفر اشطب على ده، تمام. كده احنا فعلا شطبنا على كل الاسهم اللي عندك. طبعا وانت بتكتب وانا بقول كده بتروح كاتب كل ده، تمام، وتروح في الاخر حاسب الكوست بتاع كل ده، يعني ده كده له كوست وده كده له كوست، خلي بالك ان كوست رايح غير كوست راجع، تمام. فانت كل الباث بتاعتك وانت بتكتبها بتروح حاسب الكوست بتاعتها، الكوست بتاعتها مكتوبه في المساله يعني، كل حاجه مكتوبه وبس. هو ده كده الاوبتيمال تشاينيز بوستمان بروبلم، وتمام ان شاء الله يعني. وممكن في نوع تاني من المساله دي او شكل تاني بيبقى عامل ازاي زي ده كده. المساله اللي احنا بنحلها دي كانت في 2013 وتقريبا في 2016، ودي كده دي نوع تاني منها او يعني شكل تاني منها، بس نفس النظام بالظبط، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله. طيب قبل ما اقفل في حاجه تانية، دي كده اسمها دايركتد تشاينيز بوستمان بروبلم. دايركتد ليه؟ لان الارو نفسه عليه سهم موجه، عشان تعرف اتجاهه ورايح فين وجاي منين. في نوع تاني اسمه ان دايركتد، بتبقى نفس النظام بس من غير اسهم، من غير السهم ده مش عليه اتجاه، تمام.